السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. معكم أستاذة تهاني حشيش، معلم اللغة العربية، ومع درس جديد من دروس اللغة العربية والفصل الثاني من عقبة ابن نافع، عقبة في طريقه إلى بركة. سبق وتناولنا الفصل الأول وتحدثنا عن بطل القصة عقبة ابن نافع، وهو قائد عسكري من أبرز قادة الفتح الإسلامي للمغرب في عهد الخلافة الراشدة، ثم الدولة الأموية، ووالي إفريقيا مرتين 47 هجرية و55 هجرية و62 و63 في عهد معاوية ابن أبي سفيان ويزيد ابن معاوية، ويلقب بفاتح إفريقية، وولد في بني فهر ابن مالك من قبيلة قريش في مكة على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرى النبي ولم يسمع منه، لذلك فهو معدود من التابعين. شارك عقبة في الفتح الإسلامي لمصر وسكن بها، ثم في فتح برقة وزويلة والواحات، ثم ولاه عمرو بن العاص على برقة والمناطق التي افتتحها. عشق الجهاد في سبيل الله منذ صغره، وتدرب عليه حتى أصبح قائدا للجيش ورائدا دينيا خدم الإسلام وساعد على نشره في شمال إفريقيا. ومع أحداث جديدة لفصل جديد نتعلم منه مهارات جديدة، فمن نواتج التعلم لأحداث هذا الفصل يتوقع منا أن نكون قادرين على أن نتعرف شخصية عقبة وسيرته وأهم جوانب العظمة فيها، وأن نقدر المشورة باعتبارها من أهم عوامل النجاح، كذلك أن نستخدم المفردات الجديدة في جمل مفيدة. ولهذه القصة مؤلفين، هما الأستاذ علي الجنبلاطي والأستاذ عبد المنعم قنديل، كل منهما درس اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم، وقد تدرج الأستاذ علي الجنبلاطي في وظائف التربية والتعليم حتى صار مستشارا في اللغة العربية، وتوفي سنة 1976، وظل الأستاذ عبد المنعم قنديل يشتغل بالصحافة، وتوفي سنة 1997. عن مضمون هذا الفصل الثاني، فيتناول هذا الفصل تفكير عمرو بن العاص في تأمين حدود مصر الغربية حتى لا يغزوها الروم مرة أخرى، وتكليف عمرو لعقبة باستطلاع أحوال برقة تمهيداً لفتح إفريقية اللي هي تونس وإجلاء الروم عنها للأبد. وبالفعل وصل عقبة إلى برقة. برقة هي منطقة في ليبيا كما توضح الخرائط التي أمامنا، وتعرف أحوال أهلها وأسباب كرههم للحكم البيزنطي. يتناول هذا الفصل مجموعة من الفكر سنتناولها بالتفصيل إن شاء الله. أول فكرة هي تفكير عمرو في حماية مصر من الغرب. تاني فكرة تكليف عقبة بالذهاب إلى برقة. أما الفكرة الثالثة فعقبة يصل بسريته إلى برقة. الفكرة الرابعة مساوئ الحكم البيزنطي. والآن مع تفصيل الفكر، والفكرة الأولى تفكير عمرو في حماية مصر من ناحية الغرب. نقرأ معا أحداث الفصل. ذات يوم وقف الفاتح العربي عمرو بن العاص على شاطئ البحر المتوسط بالإسكندرية بعد أن أتم فتحها وأجلى عنها الروم، أجلى أي أخرج عنها الروم، يرسل نظرات بعيدة هنا وهناك على الأمواج المتلاطمة، أي التي يضرب بعضها بعضا، والمضطربة التي لا تهدأ ولا تستقر. لم يكن منظر الأمواج وروعة البحر هما ما يشغل بال الفاتح العربي، روعة أي جمال، ما يشغل بال أي قلب وفكر الفاتح العربي اللي هو المقصود به هو عمرو بن العاص.
وإنما كان يشغله معنى كبير، إنه قد انتصر على الروم في الشام، وانتصر عليهم أيضا في مصر، وارتفعت راية الإسلام ترفرف على المنطقة كلها، ودخل الناس في دين الله أفواجا، أفواجا أي جماعات، ولكن حدود مصر من جهة الغرب بحاجة إلى الأمان حتى لا يفكر الروم في غزو مصر من هذه الناحية، غزو مصر أي الهجوم عليها من هذه الناحية. من هي الروم؟ الروم هي دولة الروم حاليا اللي هي روما، بتقع في جنوب إيطاليا، جنوب قارة أوروبا، يعني هي مدينة أوروبية. طيب مين هم الروم؟ الروم قديما، ترجع بعض كتب التاريخ كلمة الروم إلى سلالة بشرية يطلق عليها بنو الأصفر، وهم من نسل أرم ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، وسموا بالروم نسبة إليه، وهم أقوام يتصفون بشدة البياض، لكن نسبهم اختلط بأهل الحبشة. طبعا احنا عارفين إن أهل الحبشة لون البشرة لديهم يميل إلى السمرة، فكان أولادهم بين السواد والبياض، لذلك سموا ببني الأصفر، وهم قوم متفرقون في بلاد الروم، خرجوا مع هرقل وتوزعوا في أنحاء بلاد الشام، وكان لهم إمبراطورية ضخمة، وكانوا يدينون بالنصرانية. خاض المسلمون معهم معارك عدة كان لهم فيها النصر، زي معركة مثلا مؤتة واليرموك وأجنادين وغيرها الكثير، وأيضا ذكرت الروم في القرآن الكريم وسميت سورة كاملة باسمها، فقد كانت أحد القوى العظمى منذ بداية البعثة النبوية. هذه بعض المعلومات عن الروم، ونستطيع من خلال البحث أيضا نزيد المعرفة ونوسع من مداركنا عن كل دولة نتحدث عنها، أو كل معلومة نريد أن نتوسع فيها، وممكن نسجل أي معلومة بنتوصل إليها في مفكرة بنرجع إليها بعد كده للتذكرة. نتحدث الآن عن هذه الفكرة وبعض الأسئلة التي توضح مضمون الفكرة. انشغل عمرو بن العاص بالتفكير في أمر ما بعد فتح مصر، وضح هذا الأمر معللا ذلك، لماذا انشغل بالتفكير في هذا الأمر؟ وما هو هذا الأمر؟ طبعا الأمر هو تأمين الحدود الغربية لمصر، وانشغل بهذا الأمر حتى لا يغزوها الروم مرة أخرى من هذا الجانب. الخريطة التي أمامنا بتوضح موقع مصر بالنسبة لبحر الروم وبلاد البربر. الفكرة الثانية تكليف عقبة بالذهاب إلى برقة. نقرأ معا: كان يقف بجوار عمرو في هذه اللحظة ابن خالته ورفيقه في حروبه ضد الروم بالشام ومصر، البطل المسلم عقبة ابن نافع. كان عقبة شابا في 22 من عمره، ركز جيدا، في 22 من عمره، يعشق الجهاد في سبيل الله، ويرى متعته الكبرى في خوض المعارك تحت راية الإسلام. خوض يعني دخول المعارك تحت راية الإسلام، كما كان أبوه نافع ابن عبد القيس بطلا من أبطال الفتوح الإسلامية. التفت عمرو بن العاص إلى عقبة وقال له: يا عقبة، إنني اخترتك لمهمة سيكون لك بها شأن عظيم. كلمة شأن أي منزلة أو مكانة عظيمة، وستكون أول خطوة في فتح إفريقية وإجلاء الروم عنها إلى الأبد نهائيا. رد عقبة والحماسة تنبض في كلماته: ما شئت يا أبا عبد الله، ماذا تريد مني؟ تنبض أي تتحرك في كلماته. قال له عمرو: أريدك أن تذهب في سرية صغيرة إلى برقة. السرية هي مجموعة من الجنود
وتكون من 5 جنود إلى 400 جندي، وجمع كلمة سرية سرايا، إلى برقة، وبرقة هي منطقة في ليبيا. الخريطة بتوضح برقة بالنسبة لليبيا، هي منطقة في ليبيا. وتستطلع أحوال أهلها، ماذا أراد عمرو من عقبة أن يذهب في سرية صغيرة إلى برقة لكي يستطلع أحوال أهلها. معنى كلمة يستطلع أي يتعرف ويستكشف أحوال أهلها. فإذا كانت مطمئنة أسير إليها بجيش من خيار الجنود، أي من خيار الجنود، أي من أفضل الجنود، وأقوم بفتحها وأنشر فيها دين الإسلام. قال عقبة: أمرك يا أبا عبد الله، متى أسافر إلى برقة؟ أجاب عمرو: غدا إن شاء الله. شوف الأسئلة اللي هتوضح لي مضمون الفكرة. ما المهمة التي كلف بها عمرو بن العاص ابن خالته عقبة ابن نافع ليقوم بها، ومتى سافر إليها؟ طبعا المهمة هي أن يقود عقبة سرية صغيرة إلى برقة. لماذا؟ ليستطلع أحوال أهلها، ليتعرف أحوال أهلها. ومتى سافر إليها؟ سافر إليها في اليوم التالي. علل إرسال عمرو لعقبة في سرية لاستطلاع أحوال برقة. أراد أن يعرف أحوالها، فإن كانت مطمئنة يخرج إليها بجيش من خيار الجنود ليفتحها وينشر الإسلام فيها. نلاحظ عمرو عقبة في هذه الفقرة كان في 22. لاحظ أيضا قرابته من عمرو بن العاص، هو ابن خالتي، وهناك روايات أخرى عن صلة القرابة سأترك لكم فيها مجالا للبحث. عندما أذن المؤذن بصلاة الفجر في اليوم التالي، وأدى المسلمون الصلاة، كان عقبة ابن نافع وعدد صغير من المجاهدين في طريقهم إلى برقة، وبعد مسيرة أيام قليلة وصلوا إليها، ونزلوا ضيوفاً على بعض القبائل البربرية. إيه هي القبائل البربرية دي؟ اللي هي السكان الأصليون لشمال إفريقيا، وراحوا يتجولون، أي يتنقلون هنا وهناك، حتى تعرفوا أحوال البلاد وما يشغل بال أهلها، وكيف يعيشون تحت الحكم البيزنطي، ورأيهم في مساوئ هذا الحكم، ولماذا يتذمرون منه. يتذمرون أي يغضبون، أو أنهم غير راضين عنه. الحكم البيزنطي أو الدولة البيزنطية هي تعتبر امتداد للدولة الرومانية. وأيضا من خلال البحث ممكن نتعلم أكتر عن تاريخ الدولة البيزنطية، هديكم معلومة بسيطة عنها. من حيث نشأتها، الحضارة الرومانية نشأت في روما في أحد التلال السبعة القريبة من نهر التيبر. الدولة البيزنطية مرحلة من مراحل الإمبراطورية الرومانية، حيث كانت تعتبر نفسها وارثة للإمبراطورية الرومانية. وكانت الفترة اللي حكمت فيها الإمبراطورية البيزنطية هي الفترة الأطول على الإطلاق بين الحضارات في العالم. علشان كده نلاقي إن كان ليها تاريخ عظيم وإنجازات عظيمة في الفنون والأداب والعمران والاقتصاد والسياسة والطب والعلوم والتعليم وفي شتى المجالات. كانت عاصمتها القسطنطينية التي تقع في تركيا في الوقت الحالي. نرجع لعقبة يصل بسريته إلى برقة، والسؤال: ماذا عرف عقبة عن البربر المقيمين في برقة؟ عرف أحوال البلاد، وما يشغل بال أهلها، وكيف يعيشون تحت الحكم البيزنطي، ورأيهم في هذا الحكم وأسباب كرههم له. الفقرة الرابعة: مساوئ الحكم البيزنطي. ماذا عرف عقبة من خلال جولاته بين أهالي برقة؟ عرف عقبة من خلال جولاته بين أهالي برقة أن استياءهم، أي غضبهم،
من الحكم البيزنطي يرجع إلى كثرة الضرائب المفروضة عليهم، وفي نفس الوقت قلة الأجور التي يتقاضونها، وعدم وجود قوانين تكفل لهم حياة آمنة مستقرة، تكفل أي تضمن لهم حياة آمنة مستقرة. القوانين إيه هي القوانين؟ القوانين هي القواعد اللي بتنظم سلوك الأفراد في المجتمع. هذه القوانين لابد لها أن تتواجد في أي مجتمع لكي تحمي حقوق وحريات الفرد في هذا المجتمع، بتساعد على تحقيق العدالة والمساواة. هذا ما افتقد إليه أهل برقة، ولم يكن هناك ما يضمن لهم حقوقهم ولا ينظم سلوكهم ولا يعرفهم بواجباتهم، بل بالعكس ده فرضت ضرائب كثيرة عليهم، وبالتالي كان هذا ظلم كبير واقع عليهم. وفي نفس الوقت أجورهم ليست بالكم الذي يستطيعون به أن يعيشون، وفي نفس الوقت يؤدون ما عليهم من ضرائب. ولذلك بعض القبائل كانت تغير على البعض الآخر، يعني تهجم على البعض الآخر وتنهب ما لديها من أموال ومتاع، كل المتاع وكل ما ينتفع به ويرغب في اقتنائه كالطعام وأساس البيت وغيرها، وجمع كلمة متاع أمتعة، علاوة على أن عددا من القبائل تمرد على الحكم البيزنطي، تمرد أي عصى الحكم البيزنطي، وحاول حكام الروم إخضاعهم بالقوة، فشبت أي اشتعلت بين الفريقين معارك ذهب فيها كثير من الضحايا. ذهب أي المقصود بها هنا مات فيها كثير من الضحايا. إذن في هذه الفقرة نتعرف على مساوئ الحكم البيزنطي في برقة. ما أسباب كره البربر للحكم البيزنطي؟ كثرة الضرائب، قلة الأجور، عدم وجود قوانين تكفل لهم حياة آمنة مستقرة. ثلاث أسباب: كثرة الضرائب، قلة الأجور، عدم وجود قوانين تكفل لهم حياة آمنة مستقرة. القانون دائما يهدف إلى حماية المواطن من الاعتداء، بيحمي حقوقه وحرياته، يساعد على حل الخلافات، يحافظ على إقامة العدالة والمساواة في المجتمع، يقوي الصالح العام عموما لهذا المجتمع. فإذا فقد المجتمع القوانين المنظمة لحياته فقد الأمن، وأدى ذلك إلى الفوضى والهلاك. وهذا ما وجدناه أو وجده جنود عقبة عندما وصلوا إلى البربر، وجدوا بعض القبائل بتغير على البعض الآخر وتنهب ما لديها من أموال ومتاع، وعدد من القبائل الذين تمردوا على الحكم البيزنطي، وفي نفس الوقت لعدم وجود العدالة والمساواة كان حكام الروم يخضعون أو يحاولون إخضاع هؤلاء بالقوة، فنشبت معارك كبيرة بين الفريقين مات فيها الكثير. ماذا ترتب على عدم وجود قوانين عادلة للحكم البيزنطي؟ أو سؤال بشكل آخر، ما أثر مساوئ الحكم البيزنطي؟ تمام، انتشار حالة من الفوضى، مما جعل بعض القبائل يغير على البعض الآخر وينهب ما لديها من أموال ومتاع، وفي نفس الوقت تمرد بعض القبائل على الحكم البيزنطي، فنشب بينهم كثير من المعارك راح فيها الكثير من الضحايا. على ما يدل دخول سرية عقبة ابن نافع برقة بسهولة؟ هناك علامتين لدخول سرية عقبة ابن نافع بسهولة. أولاً، كراهية أهل برقة للحكم البيزنطي، وبالتالي كأن دخول هذه السرية كانت وسيلة لهم للتخلص من هذا الحكم الظالم. وفي نفس الوقت مهارة عقبة الحربية وذكائه الذي كان منه أن حاول أن يدخل أولا ليس طالبا لقتال ولا حرب، وإنما دخل كاستضافة هناك، يعني كانت أهل برقة مضيفين لهؤلاء الجنود،
لم يطلبوا حرب ولم يطلبوا معارك، وإنما لمجرد استطلاع أحوالهم في البداية. ولذلك يدل ذلك على مهارة عقبة الحربية وذكاء. إذا كان أهلها مطمئنين لن يخوض حرب، أما كان هذا الأمر وهو كرههم للحكم البيزنطي فبالتأكيد سيخوض حرب كبيرة مع هؤلاء الذين يعتدون على حقوقه. يبقى يدل ذلك على كراهية أهل برقة للحكم البيزنطي ورغبتهم في التخلص منه وضعف الروم عن حماية حدودهم، كما يدل أيضا على مهارة عقبة الحربية وذكاء. كيف تعامل حكام الروم مع القبائل المتمردة وما النتيجة المترتبة على ذلك؟ أولا حاولوا إخضاعهم بالقوة، وكانت النتيجة إن نشبت بين الفريقين معارك ذهب فيها الكثير من الضحايا. وأخيرا ماذا نتعلم من هذا الفصل؟ طبعا ضرورة التفكير في تأمين حدود البلاد لحمايتها ضد الأعداء. طبعا لكم حرية التعبير عن أفكاركم وآرائكم. الاستعداد الدائم لأي تكليف، عندما كلف عمرو ابن العاص عقبة ابن نافع كان في الحال غدا سيقوم بمهمتي غدا في اليوم التالي مباشرة. الاستعداد الدائم لأي تكليف، استكشاف أخبار العدو قبل دخول بلاده لمعرفة أحواله، وضع القوانين والالتزام بها للحفاظ على البلاد والعباد. وهذا ما لم يوجد في برقة، ولذلك كان من السهل الدخول إليها. أخيرا ملخص أحداث الفصل، فكر عمرو بن العاص في تأمين حدود مصر من ناحية الغرب، نتذكر جيدا من ناحية الغرب، حتى لا يعود الروم لغزوها من هذه الناحية. كلف عمرو بن العاص عقبة بمهمة استطلاعية لمعرفة أحوال أهل برقة تمهيدا لفتحها ونشر الإسلام فيها. نجح عقبة في دخول برقة بسهولة، ويدل ذلك على مهارته الحربية وذكائه. وعرف عقبة من خلال جولاته في برقة أن أهلها يكرهون الحكم البيزنطي بسبب أولا كثرة الضرائب، ثانيا قلة الأجور، ثالثا عدم وجود قوانين تضمن لهم الأمان. تمرد عدد من القبائل على الحكم البيزنطي، فحاول حكام الروم إخضاعهم بالقوة، فشبت بين الفريقين معارك طاحنة ذهب فيها كثير من الضحايا. تدريبات: كيف تعرف عقبة ومن معه أحوال البلاد؟ تمام، أحسنتم. نزلوا ضيوفا على بعض القبائل البربرية وراحوا يتجولون هنا وهناك. ما كان يفكر فيه عمرو بن العاص يدل على ذكائه العسكري، وضح ذلك. عندما نجح في فتح مصر فكر في تأمين حدودها من ناحية الغرب، فاتجه إلى برقة ليحميها من هجمات الروم، وكان ذلك بعد يوم واحد من الفتح. من خلال فهمك الفصل اختر الصواب لما يلي: كلف عقبة بأول مهمة له وهو في سن 25، 22، 23، 24. من المعلومات اللي المفروض نركز عليها في الفصل. تمام، أحسنتم، في 22. نزل عقبة وجنوده ضيوفا عند الرومان، البربر، أهل مصر، أهل دمشق. تمام، الإجابة البربر. كان فتح برقة أول خطوة في فتح الشام، إفريقية، طرابلس، فزان. الإجابة الصحيحة، أحسنتم، إفريقية. إفريقية معلومة سريعة كده، هي الجزء الشرقي من المغرب العربي الإسلامي، أطلق عليها عدد من المؤرخين المعاصرين اسم بلاد البربر الشرقية. والبربر هم السكان الأصليون لشمال إفريقيا. الفاتح العربي هو عمرو بن العاص، عقبة ابن نافع،
هل هو عمر بن الخطاب أم سعد بن أبي وقاص؟ طبعا الإجابة الصحيحة هو عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص طبعا لقب بهذا اللقب نظرا للفتوحات التي قام بها الفاتح العربي، وله أكثر من لقب. فمثلا كان يلقب بداهية العرب، لماذا؟ عرف عنه وكان مشهور عنه الذكاء والدهاء والفطنة والقدرة الواسعة على اختلاق الحيل اللي هي الخدع، لذلك لقب بالإيه؟ بداهية العرب. وكمان في لقب آخر لقبه به عمر بن الخطاب عندما أظهر البراعة والإتقان أثناء حصار بيت المقدس. ممكن أترك لكم البحث عن هذا اللقب، ولما نتوصل إليه ما ننساش نسجل في المفكرة بتاعتنا ونسمي مثلا المفكرة معلومة جديدة. وممكن أقول لكم على اللقب هو أرطابون العرب. طيب كلمة أرطابون العرب هترك لكم بقى فيها البحث، هل لها معنى؟ المفاجأة إن ملهاش معنى. أمال إيه حكايتها؟ المرة الجاية إن شاء الله نبحث عنها، ومن خلال البحث نعرف من هو أرطابون العرب، أو لماذا سمي ولقب عمرو بن العاص بهذا اللقب. أجل عمرو بن العاص نقط عن مدينة الإسكندرية، هل هم الفرس أم الروم أم البربر أم التتار؟ الإجابة الصحيحة الروم، ولذلك أراد أن يحمي البلاد من ناحية البربر اللي هي برقة، لأن الروم هم حكام هذه المنطقة. كلف عمرو بن العاص عقبة بن نافع بالذهاب إلى برقة لاستطلاع أحوال أهلها أم محاربة أهلها أم التصالح مع أهلها أم حماية أهلها؟ تمام، أحسنتم، استطلاع أحوال أهلها. من خلال فهمك للفصل، سعى عمرو بن العاص لتأمين حدود مصر الشمالية أم الجنوبية أم الغربية أم الشرقية؟ تمام، أحسنتم، الغربية. حاول حكام نقط إخضاع أهل برقة بالقوة، حكام الروم، الفرس، البربر، الشام. الروم، احنا اتكلمنا عن الروم في هذا الفصل، اتكلمنا عن تأمين حدود مصر من ناحية الغرب، اتكلمنا عن برقة وعمرو بن العاص وعقبة بن نافع، ديت أهم الأسماء التي ظهرت خلال أحداث هذا الفصل. كان أهل نقط يكرهون الحكم البيزنطي، برقة، مصر، دمشق، الشام. تمام، أحسنتم، برقة. ضع علامة صح أمام العبارة الصواب وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. متعة عقبة الكبرى في خوض المعارك تحت راية الإسلام، هل هذه العبارة صحيحة أم هي خطأ؟ طبعاً كانت متعة عقبة الكبرى فعلاً في خوض المعارك تحت راية الإسلام، العبارة صحيحة. كانت القبائل في برقة متفقة مع بعضها البعض قبل نشر الإسلام بها، هذا لم يحدث، وإنما كانت تغير على بعضها البعض وتنهب ثرواتها ومتاعها، بالعبارة هنا خطأ. شعرت القبائل البربرية بالأمن في ظل حكم الروم، عبارة خطأ، خطأ، لأنها بل بالعكس فرضت عليهم الضرائب الكثيرة، ومع قلة الأجور، مع عدم وجود قوانين تكفل لهم حياة آمنة مستقرة، فلم يشعر القبائل البربرية بالأمن في ظل حكم الروم، عبارة خطأ. اشترط عمرو على عقبة أن تكون أحوال برقة مطمئنة ليقوم بفتحها، طبعا عبارة صحيحة. أخيرا لخص أحداث الفصل في ثلاثة أسطر، وهكذا انتهينا، وصلنا إلى نهاية هذا الفصل. كان معكم أستاذة تهاني حشيش، مع تمنياتي وتمنيات الإدارة العامة
للتعليم الإلكتروني بالتوفيق والتفوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.